أنشوف التوراة قال إني لأجد في الكتاب الأول أن الرجل ليلبس لباسا سنبلانيا بثلاثة دراهم. في التوراة بتاعت موسى فعلا في شيء اسمه لباس سنبلاني؟ هذا طبعا النسبة يبدو أنها إلى مكان يصنع فيه هذا اللباس. قال لباس سنبلاني وبثلاثة دراهم يعني باثنين ما ينفعش؟ ثلاثين ما ينفعش؟ شوف النصب والدجل. لكن هؤلاء استخفوا عقول المسلمين. من لبس إن الرجل إذا يلبس لباسا سنبلانيا بثلاثة دراهم فيقول الحمد لله الحمد لله فتجب له الجنة ما شاء الله. طب وإذا بسنبلاني فيناوي مثلا لندني متسيوند طبعا أكيد أكثر تخش الجنة ركض يعني مش سنبلاني هذا ومش بثلاث دراهم 300 درهم الحمد لله على نعمة الله. تخيل هناك شخصية أرجو أن تعودوا إلى كتب الرجال كتب التاريخ وتتوسعوا في قراءتها وهي شخصية أبي مسلم الجليلي. أبو مسلم الجليلي من هو أبو مسلم الجليلي؟ باختصار كلام كثير عنه يبدو أنه رجل معمر الذي اعتمده الحافظ ابن عساكر أول ما ترجم له أنه أسلم في زمان معاوية بن أبي سفيان. والذي يقرأ كتب التاريخ وكتب تطور الأفكار يعلم أنه إيه من الرجال يعني إيه الذين كان لهم وزن في البلاطي المعاوي كان لهم وزن. هذا الرجل يقال كان أستاذا لكعب الأحبار. تعرفون كعب؟ كعب لم يدرك إيه معاوية في خلافته طبعا أو في ملكه العضوض طبعا لأنه توفى سنة 35 قبل عثمان بقليل قبل عثمان رضي الله بقليل. لكن هذا أستاذه وهو الذي يحكي كعب أنه كان يلوم عليه لإبطائه بالإسلام. لماذا تبطئ؟ اذهب أسلم أسلم تعال أنت أسلم. هذا اسمه أبو مسلم الجليلي كان يكنى كنيته الحقيقية أبو السموأل يهودي يهودي اختلف فيه هل هو من اليمن؟ والصحيح أنه من بلاد الشام من الجليل جبل الجليل يهودي. هذا أيها الإخوة يروي عنه بعض من اغتر به وهم كثيرون اغتروا بهذا الرجل وجعلوه مصدر العلم وتحول علمه بقدرة قادر بقدرة بني أمية إلى حديث نبوية تتسلل إلى الصحاح إلى مسلم والمستدرك ويصححه أبو عبد الله الحاكم والذهبي وغير هؤلاء وحكاية الفكاك والفداء. قيل له لما أسلمت ولما تأخرت في الإسلام؟ قال إني أجد في الكتاب العتيق قال في التوراة الغير محرف يعني التوراة الأصلية وطبعا من أحال على غائب الله ينتصف منه. التوراة ترجمت في القرن الرابع وما أدرانا وهي التوراة الآن ما فيها كلام فارغ هذا أن هذه الأمة يعني المحمدية تصنف يوم القيامة ثلاثة أصناف اسمه تجدون هذا في ترجمة أبي مسلم الجليلي أبي السموأل هذا في الإصابة للحافظ بن حجر وفي ترجمته في تاريخ دمشق وفي سائر الكتب التي عنيت بترجمة هؤلاء. قال أجد في الكتاب العتيق أن هذه الأمة المحمدية المرحومة اللهم ارحمنا برحمتك يا رب ولا تضلنا بعد إذ هديتنا تضليل يا جماعة تضليل قلب العقيدة تصنف ثلاثة أصناف صنف يدخلون الجنة بغير حساب وصنف يحاسبون حسابا يسيرا وصنف يأتون بأمثال الجبال من الذنوب فيحطها الله عنهم وتوضع على المشركين. طبعا كبر عليه وهو يهودا يقول إيش على اليهود والنصارى ما بهمش عليه لكن تحولت عند المسلمين هذه إيش اليهود والنصارى نفس السياق نفس الترتيب نفس التصنيف الثلاثي نفس التصنيف الثلاثي. هكذا يا أبا مسلم الجليلي هي الجنة رخيصة إلى هذا الحد الجنة رخيصة؟ قال لك هو أرخص من هيك كمان. فيروي عنه الإمام البغوي أنه سئل مين سأله؟ أبو مسلم الخولاني للأسف هذا الرجل الزاهد العابد الدرويش وهذه مشكلة المسلمين في زهاد وعباد لكن ما في وعي سياسي وما في وعي عقدي سليم حقيقي. إذا تعلق الأمر بكثرة الصلاة بالبكاء بالسبحة تدور باستمرار نقرأ قرآن أهلا وسهلا أن نقول المنكر منكر المعروف معروف أن نغامر بقطع أرزاقنا أو بقطع عناقنا لا لا هذا أصعب شيء لازم الورع البارد الورع السهل الورع غير المكلف وورع مجاني ورع مجاني في أشياء. فقال له أبو مسلم الخولاني يا أبا مسلم الجليل يا أبا مسلم ما أدنى ما يدخل الرجل الجنة بدي أقل شيء أرخص شيء انتبهوا هنا أكتسون عرض الجنة أرخص شيء هذا السؤال شوف الحمقات نبي يقول سلعة الله غالية إن الله اشترى من المؤمنين إيش أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قدم مالك ونفسك روحك يا حبيبي الجنة هذه غالية مش لعبة هذه قضية الحياة في الزنا والسرقة والشذوذ والنصب والهتك وتقول لي مصلح أدخل الجنة صدقنا الكلام هذا من غير حساب أدخل الجنة هكذا في الأخير يهود ونصرانيين حيتحمل عنك انتهينا ما كله زي بعضه حصل بعضه ما ليش حتخش النار حرم الله بدنه على النار حرم الله على النار. فقال له إيه أدنى ما يدخل الجنة إني لأجد في الكتاب الأول ما كله إيه حالة إيه على التوراة التوراة بتقول والتوراة بتعيد هنشوف التوراة قالت إني لأجد في الكتاب الأول أن الرجل ليلبس لباسا سنبلانيا بثلاثة دراهم.
في التوراة بتاعت موسى فعلا في شيء اسمه لباس سنبلاني. هذا طبعا النسبة يبدو انها الى مكان يصنع فيه هذا اللباس، قال لباس سنبلاني وبثلاث دراهم، يعني باثنين ما ينفعش، ثلاثين ما ينفعش. شوف النصب والدجل. لكن هؤلاء استخفوا عقول المسلمين. من لبس ان الرجل لا يلبس لباسا سنبلانيا بثلاثه دراهم فيقول الحمد لله، الحمد لله، فتجب له الجنه ما شاء الله. طب واذا بسنبلاني فيناوي مثلا لندني بتسيوند طبعا اكيد اكثر تخش الجنه ركض، يعني مش سنبلاني هذا ومش بثلاث دراهم 300 درهم. الحمد لله على نعمه الله. تخيل. واني لاجله في الكتاب الاول ان الرجل لا ياتي اهله فيقرب اليه طعامه خبز وزيت فيقول الحمد لله فتجب له الجنة، فتجب له الجنة، إلى غير ذلك من هذه الأنماط السخيفة. ما هذا؟ هؤلاء أرادوا إخواني وأخواتي، واحدقوا هذا جيدا، أن يفهمونا أن الجنة سهلة جدا، أن الجنة مضمونة لنا. تعرفون ما النتيجة؟ الإرجاء، عقيدة الإرجاء تسمعون بها أكيد، عقيدة المرجئة. ما هي عقيدة المرجئة والإرجاء؟ التي حاصلها إخواني وأخواتي لا يضر مع الإيمان معصية، فقط أنت تكون إيه من أهل لا إله إلا الله، افعل ما تشاء، احتقب ما تريد، أنت من أهل الجنة، محرم على النار بإذن الله تعالى. يا ما شاء الله. لذلك ساء حال هذه الأمة وانحط وضعها كما أقول لكم، وتناقضت في سلوكها وعقائدها. كيف عقيدتك كذا؟ كيف كتابك يقول كذا وأنت تفعل هذا؟ لا، لأنه علم من أمثال إيه؟ الوعاظ أيها الإخوة علماء المنابر. الناس يظنون كل من إيه؟ من امتطى صحوة المنبر أنه عالم يحق له الكلام في دين الله. أحيانا يكون مصيبة، قنبلة شطارية يدمر كل شيء بأمثال هذه الموضوعات والسخافات والإسرائيليات يا إخواني، بأمثال هذه الإسرائيليات.